السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي وحبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم الفيديو اليوم في أحسن الأحوال كما العادة. أخواتي كنجدد الترحاب بكم سواء كتشاهدوا الفيديو ديالي من المغرب أو من خارج المغرب. حبيباتي ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وأيضا ديروا لايك للفيديو إلا عجبكم. اليوم أخواتي جيتكم بفيديو مختلف على الفيديوهات اللي سبقوا. مهم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الجولة اللي درتها مع وليداتي. مهم أنا خرجت شوية وليداتي باش نتمشى شوية، نبدل شوية الجو، وقلت علاش لا نصور معكم شوية ديال بعض المقتطفات من الخروجة ديالي، واخا زعما ماشي شي حاجة دي مهمة، قلت نشاركها معكم. ومهم بالمناسبة أخواتي أنا الآن مقيمة في إسبانيا، يا ما بقيتش في المغرب. بزاف الاخوات كانوا عارفيني في المغرب، ولكن الحمد لله سهل علي والله، يعني ما بقيتش في المغرب. نتمنى كاع اللي كيتمنى شي حاجه ربي يوفقه ان شاء الله. المهم اخواتي ان شاء الله انا غادي نشارك معكم بعض اللقطات او بعض المقتطفات من هذه الخرجه ديالي. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش حبيباتي ديروا لايك للتشجيع، ولا كيعجبكم هذه النوعيه ديال الفيديوهات اكيد ان شاء الله غادي نشارك معكم المزيد من هذه النوعيه الا كنتو بغيتو. طبعا غادي تخليوا لي ارائكم في التعليقات باش نعرف واش نبقاو غير في الطرز والتنبات، ولا نبدلو كل مره نديرو شي حاجه. فهذا الشيء كيوقف عليكم اخواتي، وكيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي تبقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا الاجواء، تشوفوا الاجواء في اسبانيا بعد هذه البلاصه او هذا البويبلو اللي انا عايشه فيه كيفاش داير. زعما الصراحه الاجواء زوينه والحركه، الناس خارجين داخلين، يعني كاين الحياه، كتحسي بالحياه. فالمهم يعني نتمنى انكم تشوفوا الفيديو للاخير، ومن بعد غادي نشارك معكم المساعدات اللي كيقدموا لينا، يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاوراق، يعني المهاجرين اللي كيبقاو هنا بحالنا مثلا، يعني جينا بفيزا ومن بعد صافي ما بقيناش رجعنا للبلاد، يعني كتمشي كتطلبي شي مساعدات هكا كيعاونوك، حيت الناس ما كيكونوش خدامين وداك الشيء. فغادي نشارك معكم بالنسبه للمساعدات الغذائيه اللي كيعطيو لينا، فخليكم معنا ان شاء الله لاخر الفيديو. كما قلت لكم ما تنساوش لايكات البنات وتعليقكم اللي غتشجعني وتزيد تحفزني ان شاء الله باش نزيد نعطيكم فيديوهات اكثر واكثر. اذا خليكم معايا حبيباتي ان شاء الله، تابعوا معايا هاد الاجواء، وان شاء الله كيف ما قلت لكم ننتقلوا باش نوريكم او نشارك معكم المساعدات الغذائيه. اذا اخواتي هاني رجعت معكم ان شاء الله باش نشارك معكم هاد المواد الغذائيه اللي كيعطيونا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاوراق، والناس اللي كاينين بلا خدمه وداك الشيء. مهم صراحه مساعدات في المتناول، كيعاونوا بزاف هاد الناس الله يكثر من خيرهم. مهم البنات كاينين هادي، عطوني هاد المارلين في اربعه، وعطوني ديك الحلوه اللي دير بحال البيني عليها الشكلاط، وكاين الخبز البنات، وعطاو لي هاد القرعه ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا، وكاين البنات كذلك العدس، عطاوني هاد جوج باكيات ديال نص نص كيلو، وكاين الرز بلاتي ندوز من هنا باش نوريكم مزيان. كاين البنات الرز كيلو، جوج كيلو مهم ديال الرز، جوج باكيات، وكاين هاد سباغيتي طويل كما كتشوفوا، وكاين كذلك هاد المكرونيه، وعطاوني جوج بواطات ديال البيض فيهم 6 و6 الحبات، يعني 12 حبه،
وعطاوني البنات كذلك جوج ديال ثلاثة ديال طومات، لاصوص طومات عفوا، عطاوني ثلاثة على البنات. كذلك عطاوني هاد بواطه ديال السردين غير وحده، المهم كل اسبوعين كيعطيوني وحده. بالنسبه لهاد المساعدات كيقدموها لينا كل جوج ديال السيمانات كتمشي تاخدي، وكل جوج سيمانات يعني كتختلف ماشي نفسها، يعني كل مره وشنو كيجيك في دارك. المهم دازو البنات جوج ديال الباكيه ديال الطون، وكاينه هاد القرعه ديال الخضره، وهذه كذلك ديال العدس. بالنسبه لهاد الخضره غزاله البنات، وعطاوني كذلك هاد الباكيه ديال الطحين فيها كيلو، وعطاوني كوش بانياليس لولدي، وكاين البنات كذلك هاد المره عطاوني كيلو ديال الكسكس، نديرو الكسكسويه البنات. وكاين عاوتاني هاد الباكيه ديال الغيطه، كاينين شي حوايج يعني اساسيين ما كيستغناوش عليهم، كل جوج سيمات كيعطيوهم لكم، وكاينين شي حوايج كل مره كيبدلوهم يعني على حساب ماشي دائما. وكاين عاوتاني هاد المكسرات فيها الشوفان اللوز التمر داكشي الجاف، وكاين كولاكا، وكاين هاد كيندر كيفرحوا الصراحه هاد الناس، كيفرحوا حتى الوليدات كيفرحوا الناس الكبار حتى الصغار. وكاين هاد يوغورت البنات داير بحال الرايب طولي بعد منهم، وكاينين هادو عاوتاني كيتمشيو مع الشلاضه بحال، المهم كيمشي بحال الشلاضه داير بحال مايونيز. عطاولي الشوكولات، وعطاولي حتى هاد معجون الاسنان كولغيت، وكاين البنات الخبز، الخبز اللي ضروري ما كيستغناوش عليه، عطاولي ثلاثه من هادو، وعطاولي هاد الخبزه الكبيره. ايوا ما شاء الله البنات. وكاين عاوتاني نسيت هادي، هادو المليقات يعني باش تحافظي على يديك، هاد اللي عطاهم لي هاد المره هادي، يعني كيفكروا في كل شيء هاد الناس، يعني كل مره وانت وزهرك، شي مره كيعطيو لك بومات، شي مره يعني كنتي في زهرك. وكاين الحليب البنات، الحليب انا عطاولي ثلاث د الباكيات وزادوني عليها ثلاثه، وعطاوني هاد الماء داير بحال الماس الماء الغازي، وزادوا لي هاد الحليب حتى هو من الفوق، وعطاو لي هاد جوج ديال الصويا. صراحه ما عرفتش بالضبط لاش كيتستعمل، ولكن تنقلب عليه ان شاء الله ونعرف كيفاش. المهم هادو هما البنات المساعدات. وكاينه حاجه اخرى نسيتها، كاينه واحد الميكا حتى هي كيديروا لينا فيها شويه ديال الخضره وداك الشيء، حتى ان شاء الله نفتحها معكم، الصراحه ما فتحتهاش مازال، تنشوفوها جميع. ايوا هانتوما يا البنات، هذه هي الميكا اللي عطاوني، شوفوا عطاوني هنايا هذا باراغو، شوفوا البنات شوفوا الثمن ديالو، شوفوا هاد القبطه شحال صغيره دايره 2.9 سنتيم. ايوا مهم البنات شنو عطاوني مازال، عطاوني الكرافس، شوفوا البنات قبطه ديال الكرافس، خصني هاد السيمانه ندير الحريره تبارك الله ما شاء الله، وريحتو عاطيه زعما. ايوا شنو كاين مازال، كاينه مطيشه عطاوني واحد جوج ثلاثه، كاينه اربعه الحبات ديال المطيشه، وعطاوني البنات هاد الفليفله الصفراء عطاونا غير وحيده منها، وعطاوني هاد الخيزوات حتى هما عطاوهم لي. صراحه كل مره شنو كيعطيو لينا يعني في هاد الميكا، يعني الخضره ماشي دائما نفسها، الحوايج الاخرين كيعطيونا كل مره شنو كي كاين حوايج دائما هما ولكن كاين شي حوايج اخرين كيبدلوهم لينا. شوفوا البنات كاينه هاد البيبينو او الخياره كل واحد كيقول ليه، وعطوني شويه الحبات ديال البرقوق، وعطوني هاد النص ديال الاناناس. المهم البنات هادو هما الحوايج اللي عطاوني، هذه هي الميكا اللي قسمتها معكم وشاركتها معكم. نتمنى الفيديو يا البنات يعجبكم، وان شاء الله تبارطاجيوه وتشجعوني وديروا لي لايك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، وان شاء الله ربي يسر امورنا واموركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.